لكن فرق منورنا وشايفين ما شاء الله لعيبه كوره ده مش دايما بنلاقيه طول الوقت، فنجوم كتير كوره جدا في طول عند ايه. لا هو بالتاكيد طبعا، اولا بشكر طبعا اخويا وصديقي العزيز مايكل اسوتي على الدعوه الكريمه لهذه الايفنت او الاحتفاليه، بتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. هو الحقيقه الشركه ما شاء الله بتكبر يوم عن يوم، وبتمنى له التوفيق ان شاء الله. وطبعا دعوه كريمه بشكره عليها اكيد اكيد طبعا. كل النجوم موجودين سواء من الفن او من الرياضه، كلنا اصدقاء وحبايب، وبنلاقي دعوه من اي حد بنلبيها على طول، مفيش اي مشكله. كابتن طارق احنا النهارده يعني الزمالك طول الوقت بنسمع الزمالك قادم الزمالك قادم الزمالك قادم، فامتى يبقى الزمالك حقيقي قادم، وايه اللي ناقصه ان هو يبقى موجود بقوه وياخد الدوري الدرجه؟ بص، نادي الزمالك مختلف عن اي نادي في مصر. نادي الزمالك هو المنافس الاوحد للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت برضه بتلاقي في عقبات وعراقيل كثيره جدا جدا داخل نادي الزمالك. عندك ازمه قيد، عندك غرامات، عندك ايقافات، عندك حاجات كثيره جدا جدا مش موجوده في اي نادي في مصر. ومع ذلك النادي بينافس على البطولات ولسه واخدين كاس مصر مثلا، او عفوا الكونفدراليه للموسم الماضي، وبالتاكيد دي بتاثر بشكل كبير على نادي الزمالك. لما يبقى نادي الزمالك ما فيهوش اي مشاكل ماديه، نفس الوقت ما فيهوش اي ايقافات او اي حاجات بتيجي من الاتحاد الدولي، الزمالك موجود وبينافس على اي بطوله وبياخد اي بطوله. لكن هي المشكله عندنا ان احنا الادارات اللي بتيجي بتسيب الورقه مليانه جدا للاداره اللي بعدها، فبيجي عيني الراجل بيلاقي بلاوي وكوارث، سواء فلوس سواء ايقافات سواء حاجات كتيره جدا، ده بيأثر بالتاكيد على مسيره النادي. يعني بشكل سريع، هل كان المستشار مرتضى منصور سايب لا كان؟ انا مش عايز اقول اسماء. بص بس انا بتكلم هي انتقال اداري لا واحد لا اللي ليه حصل ليه دلوقتي. ليه طب ما هو مجلس المستشار مرتضى جه لقى برده في مشاكل، ومجلس واللجنه بتاعت حسين لبيب جت لجت قالت مشاكل، وبعدين مجلس لبيب بقى ليه مشاكل، وقبل كده كان في مشاكل. يا الزمالك عمره ما بيخلى من مشاكل، فلهم لهم المشاكل تقل في الزمالك يوم ما هتلاقي فيه بطولات ان شاء الله. يعني احنا بنشوف الاهلي في نفس الموقف وقادر يتعاقب. ما انا بقول لك اهو، الورقه اللي بيسيبها مجلس اداره الاهلي المجلس اللي بعديه بيسيبها فاضيه، انا بيسيبها مليانه، فعبال ما يحل مشكله والتانيه يكون هو مشي وغير غيرها. فهي القصه قصه مشاكل وازمات ماليه وازمات ايقافات، لما بتخلص الزمالك بينافس وبياخد بطولات عادي جدا. التعاقدات الفتره دي يعني في كلام كتير بيتقال، وفي لعيبه مشيت، وفي كلام ان كان زيزو عايز الاهلي ياخده، فشايف كل ده بيحصل ازاي وايه اللي هيحصل في نادي الزمالك الفتره اللي جايه؟ لا بص، اتمنى ان نادي الزمالك يتغلب على مشاكله ويحاول بقدر الامكان ان هو يحل القيد، ودي اهم، يفك القيد مهمه جدا، وبعد كده ان شاء الله باذن خاطر بعد كده يجيب لعيبه، يحاول بقدر الامكان يوفر فلوس عشان يقدر يجيب لعيبه على مستوى عالي. المنتخب وكابتن حسام حسن، تقييمك والاداء والماتشين اللي جايين مهمين جدا، تقول عن ده ايه؟ ولو عايز توجه حاجه لكابتن حسام تقول له ايه؟ انا نفسي الناس تسيب الناس تشتغل، الناس تسيب حسام وابراهيم يشتغلوا، جهاز الفني جهاز محترم، جهاز على خبرات كبيره جدا، يسيبوه يشتغل وبعدين يحلها ملانا بعد كده. هو احنا بنقدر البلاء قبل وقوعه، فاتمنى ان احنا نسيب الناس تشتغل زي ما سيبنا قبل كده كيروش، وسيبنا قبليه كوبر، وسيبنا كل الناس دي، نسيب الجهاز المصري المحترم ده يشتغل عشان ربنا يكرمه. تقييمك للاداء في المباريات اللي فاتت؟ ما تقدرش تقيم اداء الراجل، استلم الاسبوع بعدها ب 10 ايام كان عنده ماتشات اللي هي الدوره بتاعت الدوليه، وبعد كده دخل على تصفيات. يعني ما تقدرش تقيم التجربه تقيمها بعد تصفيات كاس العالم، لما تخلص خالص تقدر تقول ان حسام حسن وصل كاس العالم. بالتاكيد هو نجاح كبير جدا لينا كمصريين وكمدربين مصريين والمصري اكيد. اخر حاجه، شايف الموسم اللي جاي ممكن يكون ازاي؟ وهل تتوقع ان الاهلي برضه هو اللي ياخد الدوري؟ لا، هو الموسم اللي جاي هيبقى موسم صعب لكل الانديه، وبالتالي لو الزمالك قدر يحل مشاكله اعتقد ان الزمالك ممكن يكون منافس قوي جدا كالعاده، بل مش زي السنه دي، لا السنه اللي جايه هيكون اقوى ان شاء الله من منافسه. مين اللي يقدر ينافس الاهلي والزمالك النهارده في الموسم اللي جاي يا عم؟ بص خلينا نكون واقعيين، ما فيش حد يقدر ينافس الاهلي والزمالك. لا ما ولا ماشي، كل التقدير واحترام لكل انديه، لكن يبقى الشعبيه الجارفه الزمالك والاهلي هي السبب. الاهلي بيروح يلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه بتلاقي جمهور زمالك،
يروح يلعب في اسكندريه بتلاقي جمهور الزمالك، وتلاقي الاهلي ونفس الكلام، ما بتلاقيش الانديه دي كلها. اكيد مليون في المية اتمنى، انا زيك كده اتمنى ان كل الانديه تنافس الاهلي والزمالك، ويا ريت الدوري ياخده غير الاهلي والزمالك، فاهمني؟ لكن ده يعني هيبقى فيه متطلبات كتيره جدا مش موجوده في معظم الانديه. الانديه الشعبيه بتقل، حتى سكندري مصري فقط، المحله صعد اسماعيلي يعني حالته صعبه جدا، فاتمنى ان في انديه تخش في المنافسه ان شاء الله.